أنا حاضر السيد أشوفه السوالي. ألو ما سيد شلونك؟ سويت اللي قلت لك بيه؟ تمام أنا هسه رايحة يم حبيبي وأريد يموت علي. شلون؟ اسمه ما شعراية من راسي؟ تمام يمك. يلا أوكي يلا باي. شوف يحسون ايش راح اسوي بيه، لا ما خليك تموت علي انا من فضلك. هلا حسون شلونك؟ هلا حبيبي شلونك شو اخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله. حسون شفت شي على انستغرام كلش عجبني، هيك قلوب ويكون يحطون عليها اسمك واسمك، واني كذلك اسمي واسمك. اسمي حسون تدريبي واسمي امي سعاد. ها صحيح سعاد، الله يحفظها لك. المهم أنا مو هذا موضوعي، أريد شوية فلوس محتاجتها. شلون تجيب الفلوس؟ أمي مريضة وأنا ما قلت لك، ومحتاجة مو هواي ورق سير. عوف الموبايل، ممكن تدللين تشنج على فلوس. هذين الورقتين وأنا خالي، محتاجة بعد؟ حبيبي ما محتاجة، هذين كافيات، إذا احتاجيت أقول لك. الله يحفظك ووفقك لي يا عمري أنت. بس أنا راح أروح لأمي، هوك؟ نعم. أنت دير بالك على نفسك. الله يسلمك. يلا باي باي. أنا عمك حسون، لا ما دمرتك وقعدتك على الحديدة وخليك كل يوم تطلعني وتجيب لي فلوس، أنا مو فاطمة. شوف إيش راح أسوي. شلونك حسون حبيبي؟ أنا سيف. حسون هاي فاطمة ما تفيدك. شلون عرفت ما تفيدك؟ دور اصحاب ما تفيدك حسون. فاطمة دور اصحاب؟ ايه وانا خيك حسون ما تفيدك، طيحت مشكلة والله. روح سيف روح. حسوني بالسعاد، هسه انت صرت قفل بيدي واتحكم بيك شو وقت ما اريد. لا ما اخذت البيت والسيارة، انا مو فاطمة. بسيطة اصبري. جاي اتصل على فاطمة ما جاي ترد علي. شوف هاي فاطمة؟ وقلت لك ما تفيدك.